نشرة إخبارية مفصلة تقدمها لكم سماح حماد من تلفزيون الوفد، ونبدأها بالأخبار العالمية. أعلن وزير الصحة الفرنسي تباطؤ انتشار فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفرنسية، معربا في الوقت نفسه عن قلقه من انفجار حالات الإنفلونزا الموسمية. أقام عدد من عائلات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في المعركة ضد تنظيم داعش في سوريا دعاوي قضائية ضد شركة الأسمنت الفرنسية لافارج، بعدما أقرت الشركة بأنها مذنبة بدفع مبالغ للتنظيم الإرهابي. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أن فيروس كورونا لن يكون آخر جائحة تواجهها البشرية، وحث جميع الدول على مساندة الجهود الأممية الرامية إلى ضمان أن يكون العالم مستعداً لمواجهة التحديات الصحية المقبلة. اضطر قائد إحدى الطائرات التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية إلى الهبوط اضطراريا في مطار أوهير في شيكاغو بعد أن اكتشف اشتعال النيران في موبايل محمول أحد الركاب. وننتقل إلى الأخبار المحلية. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء انطلاق النسخة الرابعة من فاعلية قادرون باختلاف لدعم أصحاب الهمم، وناقش جهود الدولة المصرية في دعمهم. أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الأربعاء نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023. تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تسجيل طلاب الثانوية العامة استمارة التقدم للامتحانات منتصف يناير المقبل، وذلك للاستعداد مبكرا للامتحانات ومعرفة أعداد الطلاب وأماكنهم. وفي نشرتنا الاقتصادية، شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء استقرارا ملحوظا بعدما سجل سعر الذهب 1600 جنيه العيار 21، فيما سجل عيار 18371 جنيها مصريا. استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك المصرية مسجلا في البنك المركزي ثباتا عند سعر 24 جنيه فاصل 67 قرشا للشراء و 24 جنيها فاصل 74 قرشا للبيع. تلقت سوق العملات الرقمية ضربات قاسية خلال عام 2022، إذ خسرت أكبر العملات المشفرة بيتكوين أكثر من 70% من قيمتها، وتعرضت بعض منصات التداول الكبرى للإفلاس. وإلى أخبار الرياضة، يلتقي فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في 7 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 10 ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2022-2023. يخوض النجم المصري محمود حسن تريزيجيه مواجهة مهمة مع فريقه طرابزونسبور أمام نظيره فاتح كرة جمرك في تمام 7 من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري التركي بالموسم الجاري. يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره ليدز يونايتد في 10 من مساء اليوم الأربعاء على ملعب أيلاند رود ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023. وفي نشرتنا الفنية، شهدت احتفالية قادرون باختلاف النسخة الرابعة في مركز المنارة للمؤتمرات ظهور عدد من نجوم الفن وهم الفنانان عمرو يوسف وكريم فهمي اللذان شارك في تقديم ذوي الهمم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. يبدأ اليوم الأربعاء عرض فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل بطولة الفنان محمد هنيدي في دور العرض السينمائية المصرية المختلفة. رئيس التحرير سامي صبري، كانت معكم سماح حماد من تلفزيون الوفد، ولمزيد من التفاصيل تابعونا على الوفد دوت نيوز. إلى اللقاء.